ليكن واضحا أن الموعد الذي تم تحديده بإزالة المواد الأشد خطورة من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بحلول 31 من ديسمبر الماضي وإزالة جميع الأسلحة الكيماوية الخطرة بحلول 5 من فبراير المقبل لم ولن يتم الوفاء بهما. وبحسب خطة إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، فإنه كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها بحلول هذين التاريخين 700 طن من العناصر الكيماوية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق، وخصوصا العناصر التي تدخل في تركيب غازي الخردل والسارين، و500 طن إضافية من العناصر الكيماوية التي أطلق عليها الفئة الثانية. والعملية التي وتشرف عليها بعثة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة متأخرة 6 إلى 8 أسابيع عن الجدول الزمني المقرر، حيث تقول مصادر أممية إن سوريا تحتاج إلى أن تظهر أنها ما زالت جادة بشأن التخلي عن أسلحتها الكيماوية. وتقضي خطة نزع الأسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة تقضي بتدمير كل الترسانة الكيماوية السورية بحلول 30 من يونيو عام 2014. والفشل في القضاء على أسلحة سوريا الكيماوية قد يعرضها لعقوبات، رغم أنها يتعين أن تلقى دعما من روسيا والصين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واللتان ترفضان حتى الآن مساندة مثل هذه الإجراءات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. إبراهيم سعودي، النيل. دبلوماسيا، استؤنفت اليوم محادثات السلام السورية في جنيف وسط توقعات محدودة باحتمال تحقيق انفراجة، وذلك بعد أن تقدم الجانبان خطوة أولية بالاتفاق على استخدام إعلان جنيف لعام 2012 والذي حدد المراحل اللازمة لوضع نهاية للحرب وتنفيذ عملية سياسية انتقالية. كان وفد الحكومة السورية قد أدى بعض التحفظات إزاء تنفيذ هذا الإعلان، خاصة أنه قدم في وقت سابق وثيقة يريد أن تركز عليها المحادثات، وهي مناقشة الإرهاب، إلا أن المعارضة السورية أصرت على البدء بمعالجة مسألة الحكومة الانتقالية التي تهدف المحادثات لإنشائها. هذا وقد أعلن الوسيط الدولي في مفاوضات جنيف 2 الأخضر الإبراهيمي أنه لا يتوقع شيئا ملموسا في نهاية الجولة الحالية من المحادثات بين وفدي المعارضة والنظام السوريين بحلول غد الجمعة. كي أكون صريحا، لا أتوقع أن يتم إنجاز شيء نوعي في نهاية الجولة الجمعة. هناك كسر للجليد لكنه بطيء. That the ice is breaking slowly. أرجعت محكمة العدل العليا والمحكمة العليا في إسرائيل، وهما أعلى هيئتين قضائيتين في البلاد، أرجعتا لأجل غير مسمى قرارهما بشأن طعنين في مسار جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. ويتعلق الطعنان اللذان تقدمت بهما منظمات حقوقية بقريات بتير المصنفة كتراث عالمي ومنطقة وادي كريمزان، وهو موقع رمزي لدى المسيحيين. قرية بتير الكنعانية في الضفة الغربية والذي ما زال الاحتلال يحوم حولها مهددا بجدار الفصل العنصري المنوي إقامته فيها، والذي تنتظر المحكمة الإسرائيلية البتة باستصدار قرار البناء بعد أن قدم أهل القرية التماسا لها بإعادة النظر بالقرار. وفي حال الموافقة عليه سيدمر طبيعتها الساحرة وعبقها التاريخية، والذي وصل ملف إدراج القرية إلى اليونسكو بعد أن قدم إلى لجنة التراث العالمي لما تتمتع به من موروث ثقافي. هذا الجدار سيدمر خلال ساعات كل هذا الإرث العالمي الذي بناه أجدادنا والحضارات الأخرى في مئات السنين. كذلك سوف يخلق مشكلة اقتصادية لأنه راح يبقي أكثر من 3500 دونم من الأراضي الغنية الزراعية خارج هذا الجدار. الإسرائيليون وبادعائهم أن الجدار سيوضع لأسباب أمنية،
وأهمها تأمين مسار سكة الحديد، يؤكد بأن الإصرار الإسرائيلي على المضي قدما في الجدار الفاصل في بتير يتجاهل جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية رودوس والموقعة منذ عام 1949، والتي تنص على حق أهل القرية بالاحتفاظ بحقهم بملكية واستغلال وفلاحة أراضيهم الواقعة خلف خط الهدنة لنفس العام، عدا عن تدمير أفضل شرفة للزراعة وأقدم نظام للري في العالم. بتير تقع في متوسط المنطقة اللي حيعمل الإسرائيليين على إنشاء الجدار فيها، وحيعمل على ضرر غير قابل للإصلاح. يعني المناطق الأثرية هاي حتتضرر مرة واحدة وإلى الأبد، اللي بقيت شاهدا وحافظ عليها الإنسان الفلسطيني في بتير. بعد أن استطاعت سلطات الاحتلال وبسياسة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب، وبعد أن قطعت أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، تترقب قرية بتير قرار إنشاء الجدار فيها، والذي من شأنه أن يولد انفجارا يجعل من الجدار شرارة لحرق الهدوء الذي دام أكثر من 64 عاما. في حال تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية ببناء جدار الفصل العنصري على هذه المنطقة، فسيدخل أكثر من 3000 دونم من الأراضي ذات الملكية الخاصة لأهالي قرية بتير تحت السيطرة الإسرائيلية، عدا عن دثر موروث ثقافي يبلغ من العمر آلاف السنين. ثروة شقرة من قرية بتير في مدينة بيت لحم، أنيل. نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل انطلاق أعمال مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الرئاسة تطرح تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية للنقاش المجتمعي حتى 9 فبراير القادم. الجيش الثاني يدمر سيارتين مجهزتين للتفجير بشمال سيناء، ومقتل 7 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بجنوب الشيخ زويد. منظمة الأسلحة الكيميائية تجتمع بشأن سوريا في لاهاي، ودمشق نقلت أقل من 5% من أسلحتها الكيميائية الأكثر خطورة إلى خارج أراضيها. الآن مشاهدينا حان الموعد مع أهم الأخبار الاقتصادية في نشرتنا لهذه الساعة. أهم الأخبار الاقتصادية اليوم وفي هذه النشرة مع أحمد فؤاد. تفضل أحمد. شكرا لكم أشرف وأمل، وأهلا بكم مشاهدينا من أخبار ما نتابع في هذه الجولة. البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين. أهلا بكم من جديد. واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين، مع استمرار التفاؤل باستقرار الأوضاع السياسية والتوقعات بتحسن الاقتصاد في عام 2014، ما ساعد على تحسن معدلات السيولة بالبورصة. أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مرتفعا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 7405 نقاط.
قالت رابطة تجار الحبوب الفرنسية إنها تعتزم مخاطبة السلطات المصرية بعد تغيير مصر قواعد مناقصة القمح، وهو تغيير اعتبره التجار ضارا بفرص فرنسا في أكبر سوق مستوردة للقمح في العالم. وفاجأت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر المصدرين الفرنسيين هذا الأسبوع بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي. وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها، وهذه هي الشريحة الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها في بداية عام 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة. اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب على التحالف لرفض تخفيضات في معاشات التقاعد والدعم يطالب بها المقرضون الدوليون الحكومة. والإصلاحات الجديدة مرتبطة بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار لأجل عامين وافق عليه صندوق النقد الدولي في عام 2012، وكذلك بقروض من البنك الدولي. وتتعرض المملكة المغربية لضغوط للقيام بإصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة التي تضررت بسبب انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف. خفض البنك المركزي الأمريكي برنامجه للتحفيز بمقدار 10 مليارات دولار لأسباب من بينها انتعاش أكبر اقتصاد في العالم في الآونة الأخيرة. ويستهدف البنك من ذلك البرنامج ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد بعد الركود الذي شابه جراء الأزمة المالية العالمية. بالإجماع قلص البنك المركزي الأمريكي برنامجه الشهري لشراء السندات بعشرة مليارات دولار أخرى، ولم يكفي نمو الوظائف